اسمها جنوب أفريقيا أو المها الجنوب إفريقية، والاسم بالإنجليزية جيمس باك مأخوذ من اسمه بلغة الأفريكانز، وهي لغة جرمانية هولندية تطورت بين المهاجرين الأوروبيين والمهاجرين الأسيويين والمواطنين الجنوب أفريقيين، وهي اللغة الرسمية في جنوب أفريقيا. والاسم الأفريكاني مشتق من الاسم الهولندي لذكر حيوان الشموا، وهو نوع من الماعز الجبلي الذي يعيش في جبال أوروبا، وبنحو أبعد من الاسم الألماني لنفس الحيوان جامزي. وهذا التشابه بين ماعز الشموا والمها الجنوب أفريقية تشابه سطحي في المظهر، خاصة في نمط الوجه، إلا أن الشموا والمها ليس مرتبطين ارتباطا وثيقة. ومها جنوب أفريقيا أحد أنواع جنس المها الذي يضم 4 أنواع من المها، 3 منها أفريقية، وهم مها أبو حراب ومها شرق أفريقيا ومها جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى المها العربية التي تقطن شبه الجزيرة العربية في آسيا. ومها جنوب أفريقيا أكبر أنواع المها حجما، وهذا النوع يقطن صحراء كالهاري ويمتد انتشاره عبر جنوب غرب أفريقيا، ويشمل موطنه ناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا. ولون مها جنوب أفريقيا بني فاتح إلى رمادي، مع وجود خط أسود يمتد من الذقن حتى أسفل الرقبة ومن الساق الأمامية حتى الردف الخلفي، مرورا بأسفل الجانبين، وزيل هذا النوع أسود اللون. أما لون البطن والساق من جهة الركبة والجزء الخلفي من الردف فهو أبيض، مع وجود شريط أسود على كل ساق أسفل الركبة. وتوجد طفرات في الألوان لهذا النوع أنظرها المها الذهبي، حيث تصبح العلامات والخطوط السوداء لونها ذهبي، كما توجد طفرات بألوان داكنة كالبن الداكن. وارتفاع المها الجنوب أفريقية حتى الكتفين 120 سنتي، وطول الجسم يتراوح بين 190 حتى 240 سنتي، وطول الذيل يتراوح بين 45 حتى 90 سنتي، ووزن الذكور يتراوح بين 180 حتى 240 كيلو جرام، والإناث من 100 حتى 210 كيلو جرام. وكلا الجنسين لهما قرون طويلة، ويصل ارتفاع القرون ل 85 سنتي. وقرون الذكور أكثر سمكا وأكبر من جهة القواعد من قرون الإناث، وقرون الإناث أطول وأرق من قرون الذكور. وهذا النوع من الأنواع القليلة التي تكون قرون الإناث مرغوبة وأثمن من قرون الذكور. وتصل سرعة المها الجنوب أفريقية ل 60 كيلو متر على الساعة، ويعيش هذا النوع في قطعان من 10 إلى 40 حيوان، والتي تتكون من ذكر قوي مهيمن وعدد من الإناث والذكور الغير مهيمنة. وتتغذى قطعان المها على الأعشاب وأوراق الشجيرات والنباتات، وخلال موسم الجفاف تقوم بالحفر العمق قد يصل إلى متر للعثور على الجذور والدرنات، ويعوض استهلاكه من الماء بأكل الخيار والبطيخ البري. أما بالنسبة للتكاثر فذكر المها متعدد الزوجات، فالقطيع يتكون من الذكر المهيمن والإناث، ويكون التزاوج حصري على الذكر المهيمن، وليس لهذا النوع من المها موسم تكاثر محدد، إلا أن الصغار يكونون في عمر متماثل عادة، وذلك بسبب التزامن التناسلي بين الإناث. وفترة حمل الأنثى 270 يوما، وتترك القطيع وتلد عجل أو اثنان، ويظل العجل مختبئا حتى بلوغ 6 أسابيع، ثم تنضم الأم وصغيرها إلى القطيع مرة أخرى، ويفطم العجل في عمر 3 شهور ونصف، ويستقل عن أمه بعد بلوغ 4 شهور ونصف، ويصل للنضج الجنسي من عمر 1.5 إلى 2 في كلا الجنسين. وأعداد المها الجنوب أفريقية في البرية متوافرة إلى حد ما، حيث تبلغ أعداده في البرية 373 ألف رأس، هذا بالإضافة إلى إدخاله إلى أمريكا الشمالية في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 1969 وحتى العام 1977، حيث تم إدخال 93 رأس منها، ويقدر أعدادهم الآن بحوالي 3000 رأس. وهذا النمو في أعدادهم يرجع إلى غياب المفترسات الطبيعية في البرية من أسود ونمور وفهود إفريقية، إلا أن صغارهم معرضون للإفتراس من حيوان الكوجر. ويتم تنظيم أعداد المها الجنوب أفريقية المستوطنة أمريكا عن طريق الصيد المنظم حتى لا تتكاثر أعدادهم أكثر من اللازم وتصبح آفة للنباتات الأصيلة في المنطقة. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالمقطع، وإذا أعجبكم اضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة صندوق الوصف. دمتم بود.